طيب لا انت كده اللي انت كده اللي بتديش الناس بس انت اللي انت خليتني افتكر. طيب منتخب السنغال ان شاء الله لما نيجي نلعبه ايه اللي يقلقنا من منتخب السنغال كمنتخب؟ اقول لك بص يا كريم، مشكلتنا طبعا هنتكلم ان احنا في عصر الكوره فعلا في الانتصارات في التصفيات اللي من النوع ده بيبقى 70% منها كوره، يعني فكره الحظ والكلام ده صعب، لازم تشتغل طبعًا. ولازم تستعد ولازم تقرا الخصم بتاعك كويس. مشكله المنتخب السنغالي، ندي كام رقم كده من البطوله الحقيقه، بنتكلم على منتخب لعب 3 مباريات في دور المجموعات 270 دقيقه كلين شيت، تمام؟ حتى ايفي اللي هو كان صعد لدور الثاني بهدف وحيد، لكن طبعا زي ما احنا الظروف اللي قلناها على جميع المنتخبات تنطبق برضه على منتخب السنغال وعلى كله، لكن بكلمك على 270 دقيقه كلين شيت، تمام كده؟ منتخب يملك افضل حارس مرمى في العالم السنه دي مندي، منتخب يملك واحد من افضل المدافعين في افريقيا في الوقت الحالي خليلو كوليبالي، بنتكلم على وسط الملعب ادريسا جاي وكوياتي واسماعيل صار، قدام حدث ولا حرج بتتكلم على كيتا بالدي وبتتكلم على ساديو ماني. طيب مشكله بقى كيتا بالدي كمان كان قاعد على الدكه في ماتش ملاوي سيبنا كمل لك بالله عليك، بس دي الاسامي ما كانش على الشغل لسه، لا حول ولا قوه، بصينا لبعض فخلاص اللي هو طب كنت خبي علينا. بجانب الاسماء دي بقى تعالى نشوف، هم انا بشوف ان اسلوب لعبهم ما يتطبعش علينا. اديك بقى حتايه من تنس الطاوله بما ان احنا ايه بنعمل مقارنات حلوه كده. في تنس الطاوله بيقول لك ايه، طبعا لعبه فرديه ففي ناس احرف من ناس، بس في ناس لعبها متطبع على ناس. يعني ايه؟ حتى ايفي اللي هو اضعف منك بس هو لعبه يعني مزعج ليك لانه متطبع عليك، هو بيعرف يلعبك. احنا بقى انا بشوف ان اسلوب لعب منتخب السنغالي ما يناسبناش. ليه؟ منتخب بيلعب هاي لاين ديفنس وبيضغط بطول الملعب، كل هجومه عن طريق الاطراف، ما بيهاجمش من العمق. احنا اصلا مشكلتنا اكبر مشكله بتواجه منتخب مصر من ساعه هيكتور كوبر، ازاي هنامن الحته الدفاعيه ورا محمد صلاح، ازاي هنامن الحته الدفاعيه ورا محمد صلاح، يا عم كروش لاعب زيزو ما تلعبش عبد الله السعيد، دي الازمه بتاعتنا. فمشكله ان المنتخب السنغالي، وحتى برضه هنشوفها في ماتش كوت ديفوار يوم الاربعاء، ان المنتخبات دي النهارده بقت بتلعب كل هجومها من عن طريق الاطراف، مطير الاثنين فول باكس ومعاه اثنين جناحين كويسين، فعندك اربعه هتواجههم ازاي؟ انا شايف طبعا انت سالت امير السؤال اللي هو المفروض نقول للناس، ايه بركه الامل؟ بركه الامل بكل امانه والله قدام كوت ديفوار وقدام السنغال، اوعى تلعب على الاستحواذ، سيب لهم الكوره، العب على الكاونتر اتاك ودافع كويس، بس فعلا العب كوبر يعني مش شويه بس لا انا اقصده انت فعلا سايب الكوره، سايب الكوره تماما، مش مالكش دعوه بيها، ما فيش بنى هجمه زي موسيماني كده، لا سيب الكوره بس هاتهم عندك، وانس دخل نص ملعبك الضغط، ما ينفعش حد يتمشى، ما ينفعش حد يتمشى خالص، لازم تضغط جامد جدا وتقطع كوره وتتحول للهجوم بسرعه. هو ده في وجهه نظري الاسلوب الوحيد قدام كوت ديفوار وقدام السنغال.